بالنسبة لتقويم الأسنان، الطرق الحديثة صارت تاخد وقت أقل، ما بقى بحاجة لسنتين أما 3 سنين منشان تقويم الحالات، خصوصاً الحالات يلي هي وسط لسهلة ممكن تاخد بين 6 شهور لسنة ونص. بالنسبة للحالات السهلة والوسط يلي هي تجليس الأسنان، فيها الحالات تاخد 6 شهور أما ممكن حتى أقل، ونتوصل طبعاً لنتيجة كتير مرضية. بالنسبة للعروس، من المستحب أنه تراجع أخصائي التقويم قبل بسنة من العرس، ولازم كمان تكون عارفة أنه ممكن وضع الجهاز التقويم والبدء بالعلاج، وممكن إذا ما انتهى العلاج قبل العرس في ينشال جهاز التقويم ويرجع يتكفى العلاج من بعد العرس. بالنسبة للتقويم، في عنا أنواع كتير بتلايم العمر، لما يكون عمر فوق 18 سنة والسيدة بتبحث عن الشكل كمان، في التقويم يلي هو السيراميك بريسز، يلي هن بيجوا نوع من الكريستال ببينوا بشكل كتير خفيف على الأسنان، وحتى في نوع تاني يلي هو التقويم الشفاف، يلي هن تقويم ريموفبل بسمون، قوالب شفافة بتنوضع على الأسنان. أما في حال تأخرت العروس وما كان عندها وقت للتقويم وكانت حابة بكل الأشكال إنه يكون عندها ابتسامة جيدة وأسنان صفتها كتير حلوة، في عنا الهوليوود سمايل يلي هو بينشغل على الأسنان بتركيبات ثابتة ولكن كتير ناعمة وبتعطي كتير ناتشورال، وهذا البروسيجر ممكن تنعمل بالعيادة طبيب الأسنان، تاخد بس شهر واحد.